دكتور الكريم، ايش نصيحتكم لابنائنا اللي يعرف نمط ابوه في التربيه؟ اي احنا ذكرنا ان الطفل مبكرا يعرف النمط التربوي للابناء، لذلك يجب حقيقه ان طبعا احنا نقول الاب، لكن نقصد والدين يعني والمربين. نعم، لازم نعرف طبعا الاب والام لازم يعرف الابن ان الاب والام هم اب وام مهما وقعوا من اخطاء، مهما كان ارتكبوا من احنا تكلمنا يمكن عن حسن نيتهم في قضية الحرص على التربية، ولذلك يمكن يكبر الإنسان يصير عمره 40-50 لا يزال هو يعني ابن عند أبوه وأمه يعني. فحنا مأمورين بأن نحسن إليهم، نقوم بواجب البر، كذلك لو استطعنا في تعاملاتنا أننا نكون أكثر يعني لطفا معهم، وموضوع تثقيفهم إذا كان هو نمط خاطئ يكون من خلال يعني الوسيلة الطيبة الحسنة. Thank you.